واحد بيقول ما معنى كلمة التجديف للروح القدس؟ التجديف للروح القدس يعني رفض عمل الروح القدس القلب رفضا كاملا مدى الحياة. وما دام الواحد يرفض عمل الروح القدس في قلبه مدى الحياة ما تكونش له توبة، لأن التوبة بتيجي بعمل الروح القدس. بيسأل ثاني يقول ما معنى كلمة بطرك أو كلمة بطريرك؟ كلمة بطريرك أصلها كلمة يونانية باتريارشيس، باتري يعني آباء وأرشي يعني رئيس، فكلمة باتريارشيس يعني رئيس الآباء، وبتطلق على رئيس الأسقف.